بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وثم التسليم، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم المبارك مع المجلس الثامن من مجالس قراءة الموطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين. وبإسنادكم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: كتاب العقول ذكر العقول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن أبيه أن في كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعا 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل وفي السن 50 وفي الموضحة 5 العمل في الدية. حدثني مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12 درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الوريق أهل العراق. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقرأ في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: أنه مجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب دية العمد إذا قبلت جناية المجنون. حدثني يحيى عن مالك أن بشام كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن يعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير يصف الدية. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمة العبد دية الخطأ في القتل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن راس بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجمع فرسا فوقي على اسم رجل من جوينة فنزي منها فمات. فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليه: ما تحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. فقال الآخر: يا تحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا. وحدثني عن مالك بن شعب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جدعة. قال مالك: لهم مستمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقبة كل واحد منهما نصف دية. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون ديته قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. عقل الجراحة الخطأ. حدثني مالك أن الأمر مجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عقل من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من جسد خطأ فبرأ وصح وعاد إلى آيته فليس فيه عقل، فإن نقصه كان فيه عقل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك: فإذا كان ذلك العقل مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض به سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك: وليس الجراح في الجسد إذا كان خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عقل أو شيء فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك: ولم يجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الخشفة إن عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به القبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل عقل المرأة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة رجلا إلى ثلث ديته أسبوعها كأسبوعه وسنها كسني وموضحتها كموضحتها
كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وحدثني عن مالك عن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنه كان يقول عن مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقب الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى نصف من دية الرجل. قال مالك: تفسير ذلك أنها تعاقبه في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائزة وأشباههما مما يكون فيه ثلث دية صاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: إنما ذلك من خطأ أن يظلم الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد يضربها بصوت فيحقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء حق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كان من غير قبيلتها عقل جناية الموالي على قبيلتها عقل جليل. وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن أبي سعيد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا وليدة. وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبدنا وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أقرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم 50 دينارا و600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينارا و6000 درهم. قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا و600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك: سمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه دية كاملة. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه دية كاملة. قال: ونرى أن في جنين الأم فأن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطا فليس على من قتلها في جنينها شيء، وإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطا فعلى عاقلة قاتلتها ديتها وليس في جنينها دية. وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين يهودية أو نصرانية أخرى فقال: أرانا فيه عشر دية أمه ما فيه دية كاملة. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقوم في الشفتين دية كاملة بين قطعة السفلى ففيها ثلثا دية. حدثني يحيى عن مالك لكن أنه سأل ابن شهاب عن رجل الأعمري يبقى عين صحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيل منه فله القول، وإن أحب فله دية 1000 دينار أو 12000 درهم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان دية كاملة، وأن في النسان دية كاملة، وأن في الأذنين إذا داب سمعهما دية كاملة سلمتا ولم تسقلما، وفي ذكر الرجل دية كاملة، وفي المذيعين دية كاملة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة دية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عند الحاجبان وثني رجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته، فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعينه فله 3 ديات. قال مالك: في عين العمر الصحية إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة، ما جاء في عقل العين إذا داب بصرها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سلمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين قائمة إذا وفئت 100 دينار. قال يحيى بن سلمان: مالك عن شد العين وحجاج العين. فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا وفئت في اليد الشلاء، إذا قدرت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى ما جاء في عقل الشجاج. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها 25 دينارا. قال مالك: الأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: المنقلة التي يطيب فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيها قواد. قال مالك: وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قواد. قال مالك: المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة كما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة بكتاب لعمر بن حزم جعل فيها 5 من الإبل، ولم تقل الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة بعضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو،
قال يحيى وسمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك وانا لا ارى في نافذه في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكني ارى فيه اجتهاد يجتهد العلم في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه عندنا. قال مالك الامر عندنا ان المقوله ومنقله وموضحه لا تكون الا في الوجه الراشد فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد. قال مالك ولا ارى اللحي الاسفل والانف ويرمن الراس في جراحهما لانهما عظمان منفردان والراس بعدهما عظم واحد. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير قاد من المنقلة ما جاء في عقل الأصابع. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في أصبعين قال عشر من الإبل فقلت كم في ثلاث قال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشر من الإبل فقلت حين عظمت أخرى واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراق يمنن فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم فقال سعيد هي السنه يا ابن اخي. قال مالك الامر عندنا في الاصابع في اصابع الكف اذا قطعت تقسم عقلها وذلك ان خمس اصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الابل في كل اصبع عشر من الابل. قال مالك حساب الاصابع ثلاثه وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل امونه وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضه. جامع عقل الاسنان. وحدثني يحيى عن مالك عن تلميذ السماء مسلم بن عبد السماء مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضالع بجمل وفي الضلع بجمل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأبراص ببعير بعير وقضى معاذ بن ابي سفيان في الأبراص بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاذ فلو كنت انا لجعلت في الأبراص بعيرين فتلك الدية سواء. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما فاذا طرحت بعد ان تسود ففيها عقل أيضا تامة العمل في عقل الأسنان. وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس فقال عبد الله بن عباس به خمس من الإبل قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال هذا جعل مقدم الفم باثنى الأضراس فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بأصحاب عقلها سواء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك الأمر عندنا أن قدم الفم والأضراس والأنياء بعقل أسواه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان ولا يقبل بعضها على بعض. ما جاء في دية جراح العبيد. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقول في موضحة العبد نصف عشر ثمنه نصف عشر ثمنه. وحدثني مالك أنه بلغ أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد مصاب بالجراح أن على من جرح وقدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحد منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه خصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما ينصرف العبد ويضرر كم بين قيمة العبد بين بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ثم يضرب الذي أصابه ما بين قيمتين. قال مالك في العبد إذا كتمت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عتل كان على من أصابه قد ما نقص من ثمن العبد. قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين الممالك كهيئات قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه فإذا قتل العبد عبدا عبدا خير سيد العبد المقتول فإن شاء أخذ وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطى ثمن العبد المقتول فعل وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس رب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. قال ما لكم في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني إن سيد العبد إذا شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعلى أو يسلمه فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية دخنه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما. ما جاء في دية أهل الذمة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قدر أحدها مثل نصف دية الحر المسلم. قال مالك والأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى سعيد عن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك جراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم
الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. ما ينجب العقل على الرجل في خاصة ما لا يحدثني يحيى مالك عن شأنه وتعلمي أنه كان يقول ليس بالعاقلة عقل في قتل العبد إنما عليه عقل قتل الخطأ. وحدثني يحيى مالك عن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تكون شأن في دية العبد إلا أن يشاء ذلك. وحدثني يحيى مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك قال مالك أن ابن شهاب كان قال مضت السنة في قتل العبد حتى حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها. قال مالك الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. قال مالك الأمر الذي اختلف به عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العبد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون إلا على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأى أهل الفقه والعلم عندنا. ولما سمعنا أحدا ضمن العاقلة من دية العبد شيئا وما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عبد له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف المعروف وأداء للعي بإحسان، فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحد جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه وإلا بجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه قيمته يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع ما جاء في ميراث العقل والتغنيم فيه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام أن عمر الخطاب نشد الناس بميلا من كان عنده علم في الدية أن يخبر عليه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث المرأة أشم الضبابي أن أمرأة أشم الضبابي من دية زوجها، فقال أنا عمر الخطاب ادخل الحذاء حتى آتيك. فلما نزل عمر الخطاب أخبره الضحاك فقضى من ذلك عمر الخطاب. قال ابن شهاب وكان قتل أشم خطأ. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عجر من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزل في شقه فمات، فقدم سراقة بن جعش من على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر اعدد في ماء حديد 20 أو 100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. وحدثني مالك أنه بلغ أن سعد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل تغلظ الدية في الشهر الحرام، فقال لا ولكن يزاد في أهل الحرمة، فقيل لسعد أن يزاد في الجراحة ويزاد في النفس، فقال نعم. قال مالك أراه ما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدرج حين أصاب ابنه. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له وحيحة بن الجراح كان له عم صغير هو أصغر من وحيحة، وكان عند أخوانه فأخذه وحيحة فقتله، فقال أخوانه كنا أهل ثمة ورمة حتى استوى على عممه غلبنا حق امرئ بعمه. قال عروة من ذلك لا يرث قاتل من قتل قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العبد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب واحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. جامع العقل. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب بن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفريك عند الخمس. قال مالك وتفسير الجبار انه لا دية فيه. وقال مالك والقائد والسائق وراكب كلهم ضائم لما اصابت الدابة الا ان ترمح الدابة من غير ان يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك في القائد والراكب والسائق أحران يغرم من الذي أجرى فرسه.
قال مالك ولم عندنا في الذي يحكم الدين على الطريق ويربط ثابتا ويصنع أشبه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك إنا لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة وما صنع من ذلك إنا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه ولا غرم من ذلك الدين يحكمها رجل المطر والدابة ينزل عليها الرجل الحاجة فيقفها على الطريق بلسانة على أحد في هذا غرم وقال مالك في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيقران في البئر فيهلكان جميعا على عاقلة الذي جبذه الدية قال مالك في الصبيل أمره رجل ينزل في البئر أو يرقى في النخل فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه منها لكن غيره قال مالك ونمر الذي اختلف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان يعني عقل يجب عليهم أن يعقلوا من العاقلة فيهلكان مع العاقلة بما تعقل العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الكلمة من الرجال وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء وإن أبوا كانوا أهل ديوان ومطعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه وماليه لأن الولاء لا ينتقل ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لمن أعتقه قال مالك والولاء نسب ثابت قال مالك والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من زمنها قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا سريت فإنها تثبت على من قيل له يقال له ما لك يقال له ما لك لم تجلب من افترى عليك فأرعاني مجلدا مقتول حدا من قبل أن يقتل ثم يقتل ولا أرى أن يقاد منه بشيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله وقال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهران قوم بقرية أو غيرها لم يقل به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم يلطف به فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل جريح لا يرى من فعل ذلك به إن أحسن أن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل وأن عقله على القوم الذين نازعوا وإن كان الجريح والقتيل من غير الفريقين فعقلوا على الفريقين جميعا ما جاء في الغيلة والسحر وحدثني يحيى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن عمر الخطاب قتل نفر 57 برجل واحد قتله قتل غيلة وقال عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا وحدثني عن يحيى عن مالك وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لا سحرتها وقد كانت دمرتها فأمرت بها فقتلت قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره وهو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو بنفسه ما يجب فيه العقل وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا قال مالك والأمر مجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا أن رجل إذا ضرب الرجل بعصا ورمه بحجر وضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص قال مالك فقد من العبد عندنا أن يعبد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه ومن العبد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القتامة قال مالك الأمر عندنا أن يقتل في العبد رجال الأحرار بالرجل الحر واحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك أيضا القصاص في القتل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أوتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن يقتله به قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد قتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك وأشد العقوبة
ويسجن سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يقطع عينه عمدا فيقتل القاتل، أو تقطع عين الفاقئ قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقيت عينه بالشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل فلا يكون بصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قواد في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. العفو في قتل العمد. حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه، ويجب له، أنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عنده عفوه عنه. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات، فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. القصاص بالجراح. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. قال مالك: ولا يقال من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه، فيقال منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القواد، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستفيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عسل، فإن المستقاد منه لا يكسر ثانية ولا يقاد بجرحه يقال، ولكنه يعقد له بقدر ما نقض من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته فبقى عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالثور فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاد من كسر الفخذ ما جاء في دية السائبة وجناية. حدثني يحيى عن مالك عن ابن الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائد، فجاء العائذي وأبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له. قال العائذي: وأرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر: إذن تخرجون ديته. فقال العائذي: وهو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة. تبديات أهل الدم في القسامة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهل أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر يريد السن. فتكلم حيصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منه ناقة حمراء. قال مالك: الفقير هو البئر. قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فتاه وأخوه حيصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم بمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبرئكم يهود 50 يمينا؟ فقالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. قال مالك: الأمر من سمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي جمعت عليه الأئمة بالقديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون بالقسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقصود دمي عند فلان أو يأتي ولاة دمي بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا الذي يوجب القسامة للمدعين: الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة الذي اختلف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس، أن المبدئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه بالعمد والخطأ. قال مالك: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادثين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل بالقسامة إلا واحد، لا يقتل في أثنان، يحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذي يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو، فإنك لأحد من ولاة الدم الذي يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا، فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإن لم يبلغوا 50 رجلا ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد الذي دعي عليه حلفه 50 يمينا وبره. قال يحيى: قال مالك: إنما فرق بين القسامة بالدم والأيمان في الحقوق، أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه بحقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتل في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة. قالوا: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، وجسر الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدأون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. قال يحيى: وقد قال مالك: بالقوم يكون لهم العدد يستامون بالدم، فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد، أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال: والقسامة تنفي إلى عذرة المقتول، وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه، والذين يقتل بقسامتهم من تجوز قسامته بالعمد من ولاة الدم. قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أنه لا يحلف القسامة بالعمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى: قال مالك: بالرجل يقتل عمدنا، أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق لما صاحبنا، فذلك لهم. قال مالك: فإذا أراد النساء أن يعفون عنه، فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك: وإن عفت العصبة والموالي بعد أن يستحق دم هذا النساء، فقلنا: لا ندعو قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل. قال مالك: لا يقسم بقتل العمد من المدعين الاثنان فصاعدا، تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا، ثم قد استحق الدم، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت لحد أيديهم قتلوا به جميعا، فإن ومات بعد ضربهم كانت القسامة، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. القسامة بالقتل الخطأ. قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامة يحلمون 50 يمينا، تكون على قسم وارثهم من الدية، فإن كان بالأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت، فتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء، فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. الميراث بالقسامة. قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته إلى أولى الناس بميراثه مع النساء.
قال مالك: إذا قام بعد ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا ب50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه فأخذ حقهم حتى يستكمل الورثة حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس عليه من 50 يمينا السدس، فمن حلف استحق حقه من الدية ومن نكل بطل حقه. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا 50 يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك حلف أو بلغ الصبي الحلم حلف يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر موارثهم منها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، القسامة في العبيد. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهد يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من العلم قال ذلك. قال مالك: فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده بذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع: الدعاء للمدينة وأهلها. حدثني يحيى عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم بصاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، فإن هداك لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أثر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن العجزاء أن يحنس مولى الزبير بن عوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لك أنت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت لو شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعاكم بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي بابا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي بابا، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي بابا. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينفع طيبها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة روة إلا أبدلها الله خيرا منه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبيسون فيتحملون بعليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبيسون فيتحملون بعليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبيسون فيتحملون بعليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثني يحيى مالك عن ابن حماس عن عمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينه على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد او على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون ثمار ذلك الزمان؟ قال: للعواف الطير والسباع. فحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينه التفت اليها فبكى ثم قال: يا مزاحم، تخشى ان تكون ممن نفت المدينه؟ ما جاء في تحريم المدينة. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن مولى المطلب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين لابتيها. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة انه كان يقول:
لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ماذا عرفتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. وحدثني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم أنه قال مالك لا أعلم إلا أنه قال في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وحدثني يحيى عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد اصطشوا نهسا فأخذه من يدي فأرسله فجاء في وباء المدينة. حدثني عن مالك عن جامع عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك وبلال ويا بلال كيف تجدك؟ قال استكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلى عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال عائشة قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد وصححها وبارك لنا في طاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال مالك حدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان عامر بن فهيرة يقول قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجدي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يرقين دينان بأرض العرب. وحدثني عن مالك عن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك قال ابن شهاب فبحث عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه السند واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من التمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف التمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف التمر ونصف الأرض فقام لهم عمر نصف التمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأكتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. جامع ما جاء في الماء في أمر المدينة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه جار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب حمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه بيده فقربه عمر إلى أفيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب مشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال عبد الله فقلت يا حرم الله وأمنه وفيها بيت فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر وأنت القائل لمكة خير من المدينة فقال قلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف. ما جاء في طاعون. حدثني عن مالك عن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه مرأة الأجناد وأبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. قال ابن عباس فقال عمر بن الخطاب ادعوني المهاجرين الأولين فدعاهم واستشارهم أخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام واختلفوا فقال بعضهم قد خرجت ليامن ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم هاك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال عمر والترف ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي أنصار فدعوتهم واستجروا وسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة في الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان فقالوا نرى أن ترجع للناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصلح على آبار فأصبحوا علي فقال أبو عبيدة فرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبلا فأبيض سوادي له عدوتان أحداهما خطبة وأخرى جدبة أليس إن رأيت الخطبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجة فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم يا فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
وحدثني عن مالك عن محمد بن المقدر عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعون. فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا عليه واذا وقع بارض وانتم يا فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرارا منه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام فلما جاء سرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سره. وحدثني عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. حدثني عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيتم بركبة أحب إلي من 10 جبيات بشام. قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام النهي عن القول بالقدر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وخرجوا من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء وصباه على الناس برسالته. قال نعم. قال فتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلقه. فحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي هنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة فعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار فعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجل والكيس أو الكيس والعجل. وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته ان الله هو الهادي والفاتن. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك قال كنت اسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رايك في هؤلاء القدريه؟ فقلت رايي ان تستتيبهم بين قبل والا عرضتهم على السيف. وقال عمر بن عبد العزيز وهذا رايي. قال مالك وذلك رايي. جامع ما جاء في أهل القدر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفيغ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء أنا هو قدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا إليه وراء الله مرمى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجمله في الطلب ما جاء في حسن الخلق. وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب أن قال أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما
ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وحدثني عن مالك عن هشام عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وأنا معه في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس ومن اتقاه الناس لشره. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أغبتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الليل الضامي بالهواجر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الفارقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق ما جاء في الحياة. وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. وحدثني عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعب أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياة من الإيمان. ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن هشام عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش به ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وحدثني عن مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن ابن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما جاء في المهاجرة. وحدثني عن مالك عن هشام عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثني عن مالك عن هشام عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث ليال. قال مالك: لا احسب التدابر الا الاعراض عن اخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. وحدثني عن مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما جاء في المصافحة. وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عن عبد الله الخرساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا فحابوا وتذهب الشحناء. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. وحدثني عن مالك عن مسلم أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيا. ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها، فوجدت فيها جروة الماء فكسرت، ثم قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا يجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزوه، ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خرق. فقال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، فزوجه إياهما. قال: فادعوه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما، ثم ولا يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟
قال فسمعه رجل فقال يا رسول الله في سبيل الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله, قال فقتل الرجل في سبيل الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لو أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إذا وسع الله عليكم وأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخذوا من الذهب فلا أكره للرجال الكبير منهم والصغير. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة من بيوت للرجال وفي الأفنيس. قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب إليه ما جاء في لبس الخز. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كسبت عبد الله بن الزبير من طرف خز كانت لعائشة كانت عائشة تلبسه ما يكره للنساء لبسه من الثياب. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء قال فماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن كم من كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة غيظ صواحب الحجر ما جاء في إسبال رجل ثوبه. وحدثني عن مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجب ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن الزناد أن رجعنا بن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. وحدثني عن مالك عن نافع وعبيد الله عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبروا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلا. وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت شابة سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزر إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن خديجة بنت أبي عبيد أنها أخبرت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قالت ارقيه شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه ما جاء في الانتعال. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليكفيهما جميعا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وحدثني عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبي عن شعب الأحبار أن رجلا نزعا عليه فقال لما خلعت عليك لعلك تأولت هذه الآية فاطلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل. قال كعب كانت من جلد حمار ميت ما جاء في لبس الثياب. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل في ثوب واحد على أحد شقيه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. وحدثني عن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رفع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم
حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. أحسن من قلم طرقت عيني وأجمل من قلم طلت النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نعم أحسن الله بكم. صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما ترأي من أذن الرجال له لمة كأحسن ما ترى من اللمن قد رجلها فهي تخطر ما أن متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال. ما جاء في السنة في الفطرة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال 5 من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والافتتان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيق الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا. فقال الله تبارك وتعالى وقال يا إبراهيم. فقال رب زدني وقارا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو للقار ولا يجسه فيمثل نفسه. النهي عن الأكل بالشمال. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتمي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وحدثني عن مالك عن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ما جاء في المساكين. وحدثني عن مالك عن الزناد على رجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا المسكين ولو بظلف محرقة ما جاء في مع الكافر. حدثني عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن ابن رأيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في 7 جماعة. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفس في الشراب. حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثني عن مالك عن أيوب بن أبي بن حبيب بن مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال خدري فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن القدح عن فيك ثم تنفس. قال فإني أرى القذاة فيه. قال فأهرقها. ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. حدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. وحدثني عن مالك عن هشام أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بس. وحدثني مالك بن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه كان يشرب قائما.
السنة تشهر بمناولته عن اليمين. حدثني عن مالك عن هشام عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شرب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه الغلام وعن يساره الأشياخ. فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أجر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. جامع ما جاء في الطعام والشراب. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طرحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طرحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقلت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال للطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلوني يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا و80 رجلا. وحدثني عن مالك عن الزناد عن عرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام ثلاثة كاف أربعة. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الباب وأوفوا السقاء وأكفوا لنا وخمروا لنا وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدق ولا يحل له، فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريقه إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، وخرج فإذا كلب ينادى يأكل السرى من العطش، فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملا خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال في كل كبد رطبة أجر. وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت وما توني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فنحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك الضرب الجبيل،
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كرى عشعة محرقا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبخل البردي وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانا اخرجني الجوع. فذهبوا الى ابي الهيثم ابن السيهان الانصاري فامر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الجد. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ما انفع لق في نخله. ثم اوتوا بذلك الطعام فاكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسالن عن نائم هذا اليوم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب كان ياكل خبزا بسمن فدعا رجلا من اهل الباديه فجعل ياكل ويتبع باللقمه وضر الصحبه. فقال عمر: كانك مفتر. فقال: والله ما اكلت سمنا ولا رايت اكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا اكل السمن حتى يحيى الناس من اول ما يحيون. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال: رايت عمر بن الخطاب ويومئذ امير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فياكل حتى ياكل حشفا. وحدثني عن مالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وجدت ان عندي قطعه ناكل منه. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحله عن حميد بن مالك بن خزيم انه قال: كنت جالسا مع ابي هريره يرمي بالعقيق فاتاه قوم من اهل المدينه على دواب فنزلوا عنده. قال حميد: فقال ابو هريره: اذهب الى امي فقل ان ابنك يقرئك السلام ويقول: اطعمي لا شيئا. قال: فوضعت ثلاثه اقراص في صحبه وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على راسي وحملتها اليه. فلما وضعتها بين ايديهم كبر ابو هريره وقال: الحمد لله الذي اشبعنا من الخبز بعد ان لم يكن طعامنا الا الاسودين الماء والتمر. فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن اخي احسن الى غنمك وامزح رعاها معنا واطم راحها وصل في ناحيتها فانها من دواب الجنه. والذي نفسي بيده ليوشك ان ياتي على الناس زمان تكون الثله من الغنم احب الى صاحبها من دار منوال. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وابي بن كيسان قال: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام معه ربيبه عمر ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت القاسم محمد يقول: جاء رجل الى عبد الله بن عباس فقال له: ان لي يتيما وله ابن وفاشر من لبن ابله. فقال ابن عباس: ان كنت تبغي ضاله ابنه وتهناء إن كنت تبغي ضالة ابنه وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنس ولا ناهك في الحلب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى سواه فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا. الله أكبر. اللهم ألفتنا اللهم ألفتنا اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير. نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين. الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيه على مثل ذلك ويكره المرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. ما جاء في أكل اللحم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم اللحم. فقال عمر: ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ما جاء في لبس الخاتم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتمهم.
وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الغادم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله. قال عبد الله بن أبي بكر حدثت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقى إن في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول وراء ذلك من العين الوضوء من العين. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعيك وأنه غير رائح ماك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له. فتوضأ له فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك بسهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه. قال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيظ له وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره بقدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الرقية من العين. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لأراهما ضارعين. فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسترقون له من العين. ما جاء في أجر المريض. حدثني ما عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواده فإن وإذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. ودخل وحدثني عن مالك عن يزيد بن قصيبة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قصب بها أو كفر بها من خطايا لا يدري يزيد أيهما. قال عروة وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صافات أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. التعوذ والرقية من المرض. حدثني عن مالك عن يزيد بن خطيبة أن عمرو بن عبد الله ابن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بأمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي
فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت فلما اشتد وجعه قلت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله تعالج المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب فقالا أو في الطب خير يا رسول الله. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. الغسل بالماء من الحمى. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبه بينها وبين جبينها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبرد هذا الماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء. عيادة المريض والطيرة. حدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح ولا يحل الممرض على المصح ولا يحل وليحل للمصح حيث شاء. فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أداء السنة بالشعر. حدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول سدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بس. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخفاء ويقول فيه تمام الخلق. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى. وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام. إصلاح الشعر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة فأرجلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل تائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه وليه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان. ما جاء في صبغ الشعر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغود قال وكان جريسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس. قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له قوم هذا أحسن. فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيل فأقسمت علي لأصبغا وأخبرتني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبغ. قال يحيى سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم يسمع في ذلك شيئا معدوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي.
قال وترك الصبر كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. ما يؤمر به من التعوذ. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخرّد فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما درى من الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا صارقا يطرق بخير يا رحمن. وحدثني مالك عن شهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ فقال لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له وما هن؟ فقال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ ودرى ما جاء في المتحابين في الله. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق إذا فتى شاب براك الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا بشيء أسندوا إليه صدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجر فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله قال فأخذ بحبوة ردائي فجبدني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة ما جاء في الرؤيا. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الله رجع أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل أرى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا رؤيا الصالحة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: والمبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم الشيء أكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لم تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لا أرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل. فلما سمعت هذا الحديث فما كنت باليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ما جاء في النبض. حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب من النبض فقد عصى الله ورسوله. وحدثني عن مالك عن ألقمة بن أبي ألقمة عن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهل يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. العمل بالسلام. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الناس، وإذا سلم من القوم واحد أجزى عنه. حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا فقال ابن عباس: وهو يومئذ قد ذهب بصره. من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يخشاك. فعرفوه إياه فقال قال فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. قال يحيى: إلى مالك أن يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. ما جاء بالسلام على اليهود والنصارى. حدثني عن مالك عبد الله بن إياد من عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. قال يحيى: وسئل مالك عن من سلم على اليهودية والنصراني هل يستقيل ذلك؟ قال: لا. جامع السلام. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى أخيه بن أبي طالب عن أبي واقل الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بالمسجد والناس معه إذا أقبل أهبر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، أما أحدهما فرى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر جاهدا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. قال عمر: ذلك الذي أردت منك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن طفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر لا سقاط ولا صاحب بيات ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: بجيت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق؟ فأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجال السوق. قال: وأقول: اجلس منا هاهنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر وعليك الفا، ثم كانه كره ذلك. وحدثني عن مالك انه بلغه اذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الاستئذان. حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال الرجل إني مع أهل البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، تحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، أين دين لك فادخل وإلا فارجع. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فعن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأذن بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا من المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد نصر فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب يا موسى ما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشميت بالعطاس. حدثني مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل إنا مضنوك. فقال عبد الله بن أبي بكر لا أدري بعد ثالث أو الرابعة. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم ما جاء في الصور والتماثيل. حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، شك إسحاق لا يدري أيهما. قال أبو سعيد وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع منطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف لم تنزع؟ قال لأن به تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ركما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أشرى ابن مروقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المروقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ما جاء في أكل الضب. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا ضباب فيها بيت، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال من أين لكم هذا؟ فقال تهدف إلي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا، فقال ولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة وأنا أسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ قال نعم. فلما شرب قال من أين لكم هذا؟ قال تهدت إلي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عشقها أعطيها أختك وصلي وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بضب محنود فهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه.
قال خالد فجرته فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه. ما جاء في أمر الكلاب. حدثني مالك عن يزيد بن خزيمة أن سائد بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أذ شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا سمعه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قالت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. وحدثني مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارين أو كلبا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وحدثني مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. ما جاء في أمر الغنم. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكبر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع المطر يزل بدينه من الفتن. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتربن أحد ناشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن يتاء أن تتاء مشربته فتفتر خزانته وينتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتربن أحد ناشية أحد إلا بإذنه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا ما جاء في البرد تقع بالدم والبدء للأكل قبل الصلاة. فحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاءه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. فحدثني مالك عن بشار عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع بالدم فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه ما يتقى من الشوم. وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرة والمسكن يعني الشوم. وحدثني مالك عن الشاب عن حمزة وثاني بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوم في الدار والمرة والفرس. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها دنينة ما يكره من الأسماء. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ فقال له الرجل مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. فحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ قال جمره. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال فمي؟ قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمة أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأل ويستأذن حتى قال له اعلف هنا الضاحك يعني رقيقك. ما جاء في المشرق. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثني مالك أنه بلغ أن عمر الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحباب لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها 16 السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال.
ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك. حدثني مالك عن نافع عن لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت. وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وحدثني مالك عن صيري مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زورة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلس وانتظر حتى قضى صلاته فسمعت تحريكا تحت سريره في بيت بعيدة حية فقمت لأقتله فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال ترى هذا البيت فقلت نعم فقال إنه قد كان ذيبة حديث عهد بعرف فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذن وقال يا رسول الله إني أحدث بأهل عهدا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيره فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية برأس الرمح وخر الفتى ميتا فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوا ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. ما يمر به من الكلام للكبر. حدث بن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ادو لنا الأرض ومن علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر ومن كابة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. وحدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل. ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة رأس. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ما يؤمر به من العمل في السفر. حدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العمر فإذا رفضوا هذه الدواب العزم فأنزلها منازلها فإن كانت النبض جلبة فانزلوا عليها بنقيها تنجو عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تضوى بالليل ما لا تضوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه وإذا قضى أحدكم نهمته من وجيب ليعجل إلى أهله الأمر بالرفق بالمملوك. حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم السبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. وحدثني مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول لا تكلفوا اللمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت ببرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد ترك وعفوا إذا عفكم الله فعليكم من المطاعم بما طاب منها. ما جاء في المملوك مهبة. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. فحدثني مالك أنه بلغ أن أمة كانت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب رائع عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنتي حفظ فقال لم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الأحرار وأنكر ذلك عمر ما جاء في البيعة. حدثني مالك عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بن جرقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة يبايعنه على الإسلام يقول يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا
ولا نعطيك بمعروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعت النوى أصاكلت؟ قالت فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. ألم نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قول لمئة امرأة كقول لمرأة واحدة، إنما قول لمئة امرأة كقول لمرأة واحدة، إنه مثل قولي لمرأة واحدة. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، يا عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. ما يكره من الكلام. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما. وحدثني مالك عن سهيل بن أبي طالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفض لي سلام، فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء ما يؤمر به من التحفظ للكلام. حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وحدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن أبي طالح السماني أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر. وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتكسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلا ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة ما تقول ألا تريحون الكتاب. ما جاء في الغيبة. حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حويط المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان. ما جاء فيما يخاف من اللسان. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قالت الأولى، فقال له رجل لا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل ما قالت الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق ويجبد لسانه، فقال له عمر مه غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد. ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناديه وليسنا عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناديه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا استأخر الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. ما جاء في الصدق والكذب. حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. وحدثني مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر؟ وحدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل؟ فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب ويتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. وحدثني مالك بن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ما جاء في طاعة المال وذي الوجهين. حدثني مالك عن سويد بن أبي صالح عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم. قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما جاء في عذاب العامة لعمل الخاص. حدثني مالك أنه بلغه أنه سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب خاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. ما جاء في التقى. حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتستقين الله أو ليعذبنك. قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. القول إذا سمعت الرعد. حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن زمير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسأله ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما جاء في صفة جهنم. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وحدثني مالك عن أمه أبي سويد بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ فهي أسود من القار والقار الزف، والقار الزف، الترغيب في الصدقة، أتنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله، أرجو برها وتخرى عند الله. فضع يا رسول الله حيث جئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. في الأوحاء أنا شربت من مائها ورأيته، الآن هو داخل المسجد، الحمد لله على ذلك. نعم. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة بأقاربه وبني عمه. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. فحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشعري الأنصاري عن جدتي أنه قال أنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سالها وهي صائمة وليس ببيتها إلا رغيف، فقالت المولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تبطلين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: فبعلت. قالت: فلما أمزينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسانا ما كان يهدى لنا شاة وكفنها شاة وكفنها بدعتني عائشة فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرص من قرصك. وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكينا أطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: ادخل حبة فأعطيها. فجعل ينظر إليها ويعجب. قالت عائشة: وتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نكمل بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة يا شيخ. ها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما جاء في التعسف عن المسألة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستهدف يعفه الله. وما أعطي أحد عطاء هو خير أوسع من الصبر. وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وحدثني عن مالك عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ فقال: يا رسول الله ليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، أما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك الله فإنما هو رزق يرزقك الله. فقال عمر بن الخطاب: ما والذي نفسي بيدي لا أسأل أحد شيء ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. فحدثني عن مالك عن أبي الدناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الأرض فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاسألوا لنا شيئا نأكله. وجعلوا يذكرون من حاجة بدأ يبدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت عنده رجلا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول لعبده إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقال فقد سأل إلحافا. قال لا شدي. فقلت للقحة لنا فللقحة خير لنا من أوقية. قال مالك والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأل فأقودي ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزليب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك لا أدري أرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ما يكره من الصدقة. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساق الناس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة. فلما قدم سأله إبلا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه. ثم قال إن الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال قال عبد الله بن الأرقم ادلني على بعيد من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت نعم جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال فغضبت وقلت يغفر الله لك أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم إنما الصدقة أوساق الناس يغسلونها عنهم ما جاء في طلب العلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء ما يتقى من دعوة المظلوم. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على حمار فقال يا هني اظلم جناحك عن الناس واستق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب سليمة الغنيمة وإياي ونعام ابن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى نخل وزرع وإن رب سليمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلى ويسر علي من الذهب والورق وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه بسبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبي الرحمة ورسول التوبة ورسول رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد على أزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حب كتاب نبيك يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. شكر الله للمشايخ الفضلاء على ما بذلوا من جهد ووقت في إنجاح مثل هذه القراءة ونستجيز الشيخ عبد الوكيل في الإجازة. أجزتكم بما تجوز لي روايته وكذلك قبلتم. قبلنا كذلك فضيلة الشيخ محمد وقد أجزت لكم بجميع مروياتي ومصرياتي لكلكم.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. ويكون ختم الموطأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الأخوة ينتظرون 5 دقائق حتى يستتم الأخوة بالوضوء والتهيؤ للصلاة، فالرجاء الانتظار يا أخوة. جزاكم الله خير، 5 دقائق إن شاء الله ثم نقيم الصلاة.
قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى تدري فراسه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا لا نار سيد الجلال والإكرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا في هذا الجامع المبارك وفي هذه المنطقة أن يسر الله سبحانه وتعالى إتمام كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في 3 ليال، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة فيما بقي من الليالي المباركة إن شاء الله. وسوف نبتدئ بحول الله وقوته هذه الليلة بقراءة سفر من سفر من أسفار الإسلام العظام وديوان من دواوين السنة النبوية الكبار، ألا وهو صحيح الإمام البخاري. فأدعو إخواني من طلبة العلم الحاضرين وإخواني من جماعة المسجد من يسمع هذا الكلام من الإنس والجن أن يأتوا إلى هذا المكان المبارك، يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقوها عن أهل الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Yeah, I don't know.